انظروا عمر نفسه هذا الرجل العظيم الذي فتح الفتوحات وفتح البلاد وأسلم بسببه، انتبهوا، وأسلم بسببه وعلى يديه وبالجيوش التي أرسلها وبالدعاة الذين بعثهم، أسلم على سببه في ذلك من البشر ما لا يحصيه إلا الله. هذا عمر الذي كان غنيا في وقت من الأوقات، لكنه بعد ذلك ترك الدنيا وزهد فيها وأقبل إلى الآخرة في ليله ونهاره بكليته. ها؟ كان يرى يطوف حول الكعبة بالمرقعة، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين.